سجل رياض محرز حضوره مع مانشستر سيتي ضد شختار دونيسك بشكل اساسي في اولى جولات الشامبيونز ليج، وتمكن الدولي الجزائري من افتتاح باب تسجيل للسيتي، وبصم ايضا على اسيست مكن إلكاي غاندوغان من تسجيل الهدف الثاني للسيتي. في دوري الأبطال أمام شختار في الدقيقة 25، كرة القائمة رجعت لرياض، دي بروين في الاسترجاع، غوندوغان الدفاع سد، ثم من هنالك جابرييل يطلبها من هنالك اللاعب غوندوغان، ورياض يخرج من المراقبة وبوم، هدف مقابل صفر لمانشستر سيتي من امضاء رياض محرز في الدقيقة 25 من عمر المباراة. بشق الانفس بعد صعوبة كبيرة، العبوا كما شئتم، تأتيني فرصة نحطها في الجول. رياض محرز يفتح مجال التسجيل ويفتح عداده هذا الموسم. على جهة اليمنى رياض دخل، رياض دخل، رياض راح، رياض دخل، بينية خطيرة، با 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 جول. اعطيوا الكرة لرياض يفعل ما يريد، استلمها دخل حطها لغوندوغان وجول في الدقيقة 38 من عمر الشوط. رياض سجل جول ورياض منح جول، اول هدف من رياض وثاني الاهداف من غوندوغان. على الجهة اليمنى استلم بيسراه، مرر، غوندوغان حطها باليمنى في الجول، رياض مراقبة رائعة حطها لغوندوغان. اوي 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 اوي، سرعة فائقة ورؤية جيدة وهدف رائع. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الاعجاب اذا اردت انت طبعا، واذا لم تريد فهذا يبقى رأيك الذي احترمه.